السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في. طبعا كلنا عارفين اللي بيحصل في ليبيا جنبينا، واللي بيحصل في مالي او مش جنبينا بس بيحصل قريب مننا، واللي بيحصل في كل حتة حوالينا في العالم او في الوطن العربي او في افريقيا. وكان في قبل كده زيارة للرئيس السيسي على الجبهة الليبية او على الحدود الليبية، وكان بيقول للجيش استعدوا، وبعد كده البرلمان ادى تصريح للجيش انه يعمل اي عملية سواء داخل البلاد او خارجها، اي عملية يعني مكافحة للارهاب. فعاجل الخبر دلوقتي، عاجل اهو، الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية بتصرح، يعني الرئيس السيسي يطالب القوات المسلحة بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهام لحماية أمن مصر القومي. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية. استشهد لينا لايك وشير وسبسكرايب، شغل جرس كل خبر يتعرف أول بأول. سلام.